ببداية حلقتنا لليوم، دائما الشباب السوري بيثبت يمكن التميز والإبداع بكافة المجالات. اليوم معنا باتي، وهو اسم ريبوت سوري قام بابتكاره طلاب الهندسة الطبية بجامعة دمشق بهدف خدمة مرضى العزل الصحي في ظل استمرار جائحة كورونا العالمية، اللي بيعمل ضمن أوامر وفق أوامر صوتية. لنتعرف أكثر عن هذا الاختراع معنا أحد الطلاب الأربعة المشاركين في ابتكار ريبوت، مازن الياس، وهو طالب الهندسة الطبية بجامعة دمشق، والدكتور هاني عماشي. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. اهلا صباحك. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. بدنا نبلش معك دكتور هاني، وخلينا نحكي بداية، لأول مرة عم نشوف عم يدخل الروبوت لخدمة القطاع الصحي بسوريا، خلينا نحكي أكثر عن هاي التجربة والهدف منها. الشباب السوري بمجال الروبوتات ومسابقات الروبوتات عم يحققوا مراكز عالمية جميلة، كمان عم يشتركوا برا بمسابقات عن روبوت وعم يحققوا مراكز من المراكز الاولى، وهذا الشيء طبيعي من طلابنا من بجامعه دمشق وبغير الجامعات السوريه. نحن بنشجع طالبنا بالهندسه الطبيه بالتحديد على انه يقدم شيء مفيد بالقطاع الصحي. ووقت اللي طلعت ازمه كورونا، الصين سبقت العالم كله، فاجات العالم كله بموضوع الكورونا. توصل الطعام، وصلت معهم يتوصلوا الطعام للمنازل الناس المحجورين لحتى ما يصير اي نقل للعدوى. فالشباب كمان هني ما شاء الله عليهم عنده، ندربهم نحن يعملوا جلسات عصف ذهني، يطرحوا افكار عشوائيه بتصير وما بتصير، واخر شيء بيقعدوا يشذبوها. وهي كانت النتيجه، وهي كانت نتيجه العصف الذهني عندهم. بيحكي لكم هو كيف، اكيد هو هيك التفاصيل بالضبط. مازن الياس احد الطلاب المشاركين باختراع ريبوت باتي مثل ما مسمينه. انتم اربع طلاب، بدنا نوجه تحيه لكل الطلاب المشاركين بهيدا الاختراع، ودائما نحن فخورين بالشباب السوري. نحن عم نمر بظروف استثنائيه وصعبه، بس يمكن هي الظروف عم تولد ابداع اكثر عندكم. خلينا نحكي عن هيدا الاختراع. هلا اول شيء نحن كفريق كنا اربع اشخاص، انا مازن الياس ومعي بشار أصلان، جوزيف عبد الجليل، ونوار نوح. صبح عليهم، أكيد عم بيتابعونا. أكيد. هلا بداية نحن قبل ما نختار فكرة المشروع كنا عم نطرح على حالنا أسئلة، كان أهم شيء من الأسئلة هنا ثلاث أسئلة. السؤال الأول هو إنه نحن شو شاطرين، أو شو الشيء اللي عندنا خبرة فيه، شو بنقدر نعمل. السؤال الثاني هو نحن شو حابين نتعلم، أو بشو نحن حابين نزيد خبرتنا. لانه بالنهايه اذا نحن اشتغلنا شيء اللي بنعرف فيه او اللي شاطرين فيه، ما حنضيف شيء لانفسنا. والسؤال الثالث اللي كان هو السؤال الاهم، انه نحن شو فينا نقدر نعمل شيء مفيد وبنفس الوقت عم يحل مشكله حقيقيه موجوده. ما يكون مجرد اختراع، يكون له هدف، ما يكون مجرد مثلا مشروع استعراضي او مشروع ينصمد، يعني يكون له هدف او بيحل مشكله محدده. من هالثلاث اسئله نحن انطلقنا يعني بفكره المشروع. هلا بتذكر مره كنا قاعدين، يعني نحن الاربعه وعاملين عصف ذهني، عم نزت افكار، كل حدا عم يزت فكره. فوقتها جوزيف زت فكره انه ليش ما عم نعمل عربايه ذكيه توصل الطعام للمرضى هن بغرفهم، قبل ما تنطرح فكره العزل الصحي والكورونا. فوقتها كلنا ضحكنا انه شو هالفكره، يعني انه شو الفائده اللي حتوصلها هي الفكره او هذا المشروع. بس بعد فتره صرنا نحس انه هي الفكره فعلا ممكن تصير شيء حقيقي، لانه صارت تظهر الكورونا وصارت تظهر المشاكل اللي عم ترافق الكورونا، اللي هي كان اهمها العدوى للكادر اللي عم يخدم على المرضى. فلما شفنا هي المشكله رجعت ببالنا هي الفكره اللي طرحها جوزيف، ومن خلال الاجابه على ثلاث اسئله اللي طرحتهم اول شيء قدرنا نوصل للفكره النهائيه يلي هي روبوت خدمه للمرضى العزل الصحي عن طريق الاوامر الصوتيه للمريض. يعني مثل ما شايفين دكتور، يعني عم بيتم ادخال الروبوت لحتى يخففوا شوي، اول شيء على الكادر الصحي مثل ما قال مازن، ثاني شيء ليكون لخدمه المرضى. هذا الاختراع بحد ذاته والتفكير بحد ذاته اليوم يمكن كثير ناس تستغرب ان احنا نكون قادرين بهذا الوقت نعمل هيك شيء. هذا بيرجعنا للاساس اللي هو الفكر التعليمي لتطوير الشباب ليوصلوا لاقتراح مشاريع وروبوتات بتخدم مجتمعهم مهما كانت الظروف. خلينا نحكي عن هذا الفكر لو سمحت. الحقيقه بكليه الهندسه الميكانيكيه والكهربائيه نحن عندنا حواسيب وعندنا اتمته وفي عندنا الكترونيات وفي عندنا ميكانيك باطياف وفي عندنا الكهرباء كلها موجوده، وهالمواد هي كلها تدرس. وقت اللي انشئ قسم الهندسه الطبيه كان الهدف منه ربط كل هالمهارات هي
من اجل خدمه الطب. ونحن بنعطيه للطالب اساس بكل هالمواضيع. الروبوت هو منظومه كهربائيه ميكانيكيه يتم التحكم فيها بالكمبيوتر بالدارات الالكترونيه. فمن نحن بنقول له مثل اي جهاز طبي ثاني انه هي المشكله اللي عندنا الطبيه اللي بدنا نعالجها. نحن مندرسينه كل هالمهارات، يلا استخدم هالمهارات هي عاد بايجاد حل لهالمشكله اللي موجوده امامنا. طيب مازن، خلينا نحكي عن انتم الشباب، هي الاختراعات قديش فعلا بتفكروا باختراعات مثلا تلامس او تناسب البيئه اللي احنا متواجدين فيها؟ دائما بنشوف يمكن ريبوتات موجوده هي مثل ما قلت للاستعراض الافكار وقديش فينا نستعرض مهارات الريبوت، بس بالواقع ما بتخدم فعلا البيئه المحيطه. اليوم عم نشوف لا توجه مختلف، عم نشوف فعلا في افكار للشباب عم تحاول يمكن ضمن هي الظروف تخلق افكار وتخلق اختراعات نقدر من خلالها نستفيد، يعني تقدر تساهم يمكن ببناء المجتمع، تساهم ويكون لكم جزء فعال على ارض الواقع. هلا بدايه الروبوتات اللي مثل ما حكيتي انه ممكن تكون مثلا ما لها فائده حقيقيه بال على الارض، هي صحيح على مواقع التواصل. هلا هي ما فيني اقول انه ما لها فائده تماما، لانه لو ما عم تنطرح الافكار بهيك روبوتات استعراضيه نحن مثلا ما بنقدر توصلنا الفكره انه مثلا فينا نوظف هي الفكره اللي مثلا عملها هالشخص الفلاني بمثلا روبوت ممكن يحل مشكله معينه، فاكيد هي الافكار الاساسيه حتكون كثير مهمه بهذا الشيء. بس حاليا اكيد الافكار اللي يعني عم تطرح خاصه بقسم الهندسه الطبيه عم تكون لحل مشكله محدده. اكيد. وهون بدي اسال الدكتور، يعني غالبا بيتم دراسه هذا المشروع من خلال كمان الخامات، يعني نحن بنعرف انه تصنيع الروبوت اصلا بيحتاج لكثير اوقات من الخامات اللي هي ما أنا موجوده عندنا بالبلد بسبب الحصار، علما انه في كثير مؤسسات وهيئات عم تعمل بالتشبيك من اجل تامين هذا الشيء والحفاظ على هذا القطاع ببلدنا. نحكي عن الخامات اللي تم استخدامها وكيف حاولتوا توازنوا هي المعادله بين شيء صعب، تكنولوجيا صعبه وفي علينا حصار حتى باستجلاب هي المواد، وبين خدمه الفكره وطبعا الجائحه كورونا. يعني نحن عم نحاول نعمل او عم نناشد العالم اللي عم تعمل جمعيات انه تدخل معنا، يعني تحاورنا، حتى الجمعيات المسؤولة عن موضوع الكورونا انه كمان يخاطبونا. الروبوتات موجودين، يعني موجودة كفكرة عندنا بالكلية موجود وبالجامعات الاخرى موجود. موضوع التنسيق موضوع جدا مهم على مستوى البلد كله يصير. الروبوت مو محله بس كورونا، الروبوت بيشتغل بالاماكن الخطره، الافران العاليه، بالاماكن اللي فيها اشعاع، بنقل النفايات الشعاعيه، انت ما بدك تفوت انسان الى منطقه خطره، بالاماكن اللي فيها امراض ساريه ومعديه، اللي فيها تفاعلات بمعامل الادويه، في تفاعلات كيماويه خطيره، كمان بيستخدم الروبوت بكل هالمجالات هي. فاخر شيء ايش جائحه كورونا هي اللي دفعت بالاتجاه كثير، فكنا نحن نتمنى انه يصير في تضافر جهود بين الجهات القادره ومسؤوله ممكن تدعموا بياناتنا. نحن ممكن نشخص الحاله، نحن بدنا مجموعه هالحركه الميكانيكيه هي، مجموعه التحكمات، مجموعه الدارات الالكترونيه اللي موجوده، في منها متوفر لسه بالسوق والشباب عانوا يعني بجلب لا، وكمان احيانا الشباب بيضيفوا شيء، بيخترعوا شيء بديل، يعني احيانا في بعض الامور ما لنا موجوده، استضفنا بعض الشباب بتلاقي لا هن عم يلاقوا شيء بديل ليقدروا فعلا ينفذوا هيدا المشروع، كمان هذا فكر خلاق اليوم. هون الابداع بالضبط. هون الابداع عند الشباب السوري، قديش فعلا في عندنا مواهب وامكانيات فينا من خلالها ما نخاف على بكره، يعني نقول هيدا الجيل قادر. نحن بنشوف اليوم بيقول لك هيدا الجيل متاخذ بالتكنولوجيا بالسوشيال ميديا، ما كثير مسؤول مثل الجيل السابق، لا في عندنا امكانيات شابه واعده، في عندهم افكار مثل ما قلت خلاقه، بس في بدهم يمكن رعايه ودعم وتوجيه من قبلكم. هذا بدون شك. انا بالمقياس اللي بحطه دائما نحن على تواصل دائم مع طلابنا اللي موجودين بالخارج، بالمانيا، بامريكا، باوروبا، بكل الاماكن هي. الحقيقه نجاحاتهم يعني بترفع الراس. صحيح. هذا الطالب لو ما كان عنده اساس كويس وعنده فكر خلاق ما كان نجح برا. صحيح. اوكي، اذا هون في عندنا معوقات وعندنا ظروف هلا عم بتعيق انه نطبق هالفكر اللي موجود عند الطلاب والخبرات اللي موجوده برا متاحه لهم وعم يعطوا انتاج مهول كلهم، يعني ما شفنا حدا برا فشل، ما شفنا، فانا هذا بخليني دائما واثق ومطمن على انه هذا الجيل اللي راح يطلع هلا صح مشغول بتكنولوجيا، يمكن في ظروف دافعته، بس هو راح يأدي بشكل ممتاز وقت الحاجه.
مازن، يعني نحن طبعا شايفين قدامنا الروبوت، خلينا نشرح شوي المخطط اللي موجود عليه وآلية الحركة، وخصوصا انك قلت بالبداية انه هو عم يعتمد يمكن على الأوامر الصوتية. نشرح آلية الحركة لو سمحت. هلا بداية هذا المخطط اللي شايفينه، فينا نتخيله انه هو مخطط لقسم عزل صحي. يعني مثلا هناك فينا نشوف مثلا 4 غرف مرضى، وهون اماكن الحاجات او الطلبات اللي ممكن يحتاجوها المرضى. الروبوت بالبداية بيكون بهداك القسم، المريض هو بغرفته عنده مايكروفون، فهو فيه يحكي، حيطلب الطلب الصوتي. هي الفكرة، انه بحيث انه نحن ما نتحكم بالروبوت او ما يكون حدا ابدا عم يتحكم بالروبوت، رح يكون الروبوت هو ذاتي التخدير. يعني المريض هو بغرفته موصول على جهاز ثاني او شيء، او في مركز معالجة موبايل او شيء. هلا حاحكيها. المريض هو بغرفته حيحكي امر صوتي، حينتقل لمركز معالجة تتعالج هذا الشيء اللي حكاه المريض او الامر اللي حكاه المريض. وبعدين بتنبعث نتيجة المعالجة للروبوت، بتنبعث مثل ارقام انه هو وين بده يروح، شو الطلب، شو الغرض اللي بده ياخده، وشو ومين المريض يلي طلب الطلب الصوتي، لحتى يروح الروبوت يودي له الغرض. طبعا الروبوت عم تنبعث له النتيجة عن طريق واي فاي، يعني الروبوت موصول على شبكة واي فاي وعم توصله النتيجة بهي الطريقة. يعني بدنا خدمة انترنت تكون متوفرة بالمكان. مو ضروري انترنت، بس شبكة. يعني بس لو شبكة وهمية تكون موجودة، يعني مثلا انا بتطبيق المشروع كنت عم بس شبكة من موبايلي، بيتصل عليها الروبوت وبيتصل عليها المعالج. ما يعني ما المطلوب يكون في حتى انترنت، حتى لو النت مو كتير شغال ما في مشكلة. لا ما في مشكلة. المهم لا اخذين كل الظروف بعين الاعتبار. فينا فكرة الروبوت على الواي فاي بتطرح لنا افاق مستقبلية اكثر من انه مثلا الدكتور هو قاعد ببيته فيبعث للروبوت شيء مثلا انه امر معين او او اي شيء. وحتى المريض هو بغرفته اذا مثلا ما حسنان يحكي فيبعث الامر للروبوت عن طريق الموبايل. فينا نقول الريبوت اسمه باتي. باتي ليش باتي؟ وخلينا نحكي عن المراحل لحتى وصلتوا فيها لهي النتيجه. يعني مثل ما قلت في كانت جلسات للعصف الذهني، في مراحل مريتوا فيها اكيد، يعني واجهتكم بعض العقبات لطلعتوا بهيدا الاختراع. هلا اول شيء ليش باتي؟ نحن بالبدايه كنا عم ندور على اسم انه يكون جذاب وبنفس الوقت بفيدنا بمعالجه الصوت. يعني اسم باتي، نحن كنا بحاجه اسم فيه احرف بتعطي باور، بتعطي قوه مشان تظهر خصائصها لما يحكي المريض، مشان نتعرف على صوته. وبنفس الوقت بدنا يكون فيها احرف صوتيه لانه كمان بتعطي خصائص مختلفه عن الاحرف اللي بتعطي باور. وبدنا بنفس الوقت اسم جذاب وسهل كمان، يعطي كمان حاله نفسيه ظريفه للمريض، لانه كمان مرضى بهذا المرض بالذات بيكون حالتهم النفسيه، ما بدنا نعطيهم اسم هيك مكركب ما يقدروا يلفظوا صح. تمام. فاخترنا اسم باتي. حلو. باتي باتي خلينا هيك شكله، هو بيحمل تقريبا فينا نقول بيحمل الغرض المطلوب. تمام. هلا فينا نتخيل انه بمكان وجود الغرض مثلا في زراعه صناعيه، هي حتاخذ الغرض وتحطه على الروبوت، والروبوت بيوصل الغرض للمريض. هلا اذا بدنا نحكي عن المراحل اللي تم فيها المشروع، بدايه كان عندنا مرحله معالجه الصوت اللي هي كانت المرحله الاصعب صراحه. المريض هو بغرفته حيحكي امر صوتي، هالامر الصوتي بيتالف من قسمين. القسم الاول باتي هو اسم الروبوت، القسم الثاني هو الطلب يلي بده يطلبه المريض، مثلا بده مي، مثلا حيقول ووتر، فحيقول باتي ووتر. بتنتقل النتيجه بينتقل هذا الصوت للمعالجه، بالمعالجه نحن بنفصل كلمه باتي عن كلمه ووتر لانه حيكون في فراغ بيناتهم هو عم يحكي. كل كلمة بتتعالج لحالها، بتترشح من الضجيج إذا كان في ضجيج، وبتفوت على خوارزمية ذكاء صنعي، وبيتم مقارنتها مع عينات مثلا مأخوذة مسبقا من المريض عن صوته، وباستخراج خصائص لحتى نقدر نوصل للتصنيف انه هذا هو انه هذا الصوت بيطابق هذا الصوت تبع هذا المريض. فمن كلمه باتي نحن عرفنا الصوت تبع المريض. بهالطريقه قدرنا نعرف المريض هو بانه غرفه موجود. ومن كلمة ووتر عرفنا الكلمة اللي حكاها المريض انه هي ووتر، فود او كذا، كل كلمة بتفرق، فحيعرف انه بده هذا الغرض، فهو عرف المريض وعرف شو الغرض. كمرحلة ثانية حتنبعث هي النتيجة للروبوت، وهو حيمشي بطريقة تتبع الخط، حياخذ الغرض من مكان وجوده ويوديه للمريض.
بدنا نتمنى لك التوفيق الطالب مازن الياس والدكتور هاني عماشي على وجودكم معنا، بنتشكركم اكيد، بتمنى التوفيق لكل الطلاب، اكيد رح يكون في اختراعات قادمه ورح تكونوا ضيوفنا تزينوا صباحاتنا. شكرا كثير لكم، شرفنا هالشيء، وشكرا لكم، الله يعطيكم العافيه. شكرا لكم، نتمنى لكم التوفيق، واكيد سلام لكل باقي الفريق لطلابنا، ودائما بنتمنى هيك هاي الابداعات. شكرا لكم. شكرا لكم.